هلا بكم everyone، معكم ماك جيمر في فيديو جديد. المرة هذه رجعنا لكم بعد غياب طويل باش نعملوا فيديو على توب 10. التوب 10 هذه مختلفة على أي توب 10 ما تنجموا تعرفوها في القنوات الأخرين. توب 10 هذه عبارة على يعني أكثر 10 ألعاب لعبتهم واستمتعت فيهم، يعني هذا مش توب 10 معناتها عالمي، توب 10 خاص بيا أنا معناتها من بيت الجيمنج من عام 2005 لليوم هذايا، شنو ما أحسن 10 ألعاب لعبتهم في حياتي. وليتس بيجين، وبالطبيعة باش نختار لعبة من كل سلسلة، يعني لعبة واحدة من كل سلسلة معناها مش ما يكونش توب 10 معناها طويل. anyway let's begin. وفي المرتبة العاشرة عنا لعبة Resident Evil، وبالذات Resident Evil 4. يب اللعبة دي عندها جيم بلاي جبار وخيالي وتحفون على الاخر، وتعتبر من احسن ريزيدنت ايفل معناتها، يعني من احسن العاب ريزيدنت ايفل معناتها هبطوهم معناها بريسك. ويعني جيم بلاي متاح حلو برشا مع صعوبة الزومبيز، وكمان تاع النيفوات الكل باش حليت الاسلحة الكل، ومن بين احسن اسلحة برجولية الرشاش الميوفاش ولابس بليون جيت اللي هكا يهز كابوس يرميه في الهواء ويعاود يشدو. دونك ريزيدنت ايفل 4 كانت من احسن الالعاب وتستحق المرتبة العاشرة بما انه لعبتها وانا صغير، يعني تعبت باش كملتها برجولية. بذ اكثر بوس غلب عليه بكري وكان العملاق، العملاق برجولية كان باش تقتله بالسيف، لكن مع السلاح اللي ما فيهاش ضربت انه يموت بالطبيعة. وفي المرتبة التاسعة تجي لعبة Assassin's Creed Rogue. بطبيعة هذه لعبة بريسك مكروهة معناتها مش محبوبة برشا، أما كستوري مود برجولية عجبتني على الأخر. تلعب بشخصية شاي وهي مربوطة ما بين يعني كيفاش ما سمعتها ما بعد أحداث الجزء الثالث وما قبل أحداث الجزء معناتها الجزء اليونيتي. وبطبيعة ظهروا برشا معناها شخصيات كما أدول صاحب إدوارد وبرشا شخصيات يعني ظهروا كانوا مهمين في الحكاية معناها، وهيثم كنوي ظهوره كان جبار في لعبة Assassin's Creed Rogue برجولية. ولعبت فيها برجولية حتى بعد ما كملتها، زدت لعبتها بش وصلت معناتها فيها تقريبا 80% يعني وين نلعب، وكنت حبيت نحل الماب كاملة ويعني ونغلب جميع الجنود يعني. والقصة برجولية كانت حلوة يعني كقصة يعني تشجب تقول اوفا يعني كانت حلوة تستحق تجربة برجولية، ومذي احسن Assassin's Creed لعبتها برجولية في السيري كل معنى. This is more like it. Hurry. The best not keep Chevalier wait. Mais où sont ces critères? Espèce de... Where the hell were you two? We're out hunting. What happened here? My men were attacked by some English sea dogs. Why, Captain Joseph, couldn't you fight them all off by yourself like you're always saying? It is Capitaine Louis-Joseph Gautier, Chevalier de la Vérendrye. And you are dreaming if you think any training could make you into a proper assassin. Do you even know what that means? It means being responsible for an ancient and proud tradition. It means obeying your mentor without question. How else will we ensure freedom for the human race? Them's pretty words, Chevalier.
but I don't feel too free at the moment. في المرتبة الثامنة عن وولفنشتاين ولا وولفنشتاين كل حد كيفاش ينتقم منها نقولها وولفنشتاين. وولفنشتاين هذه اللعبة يعني اللي تحكي ضد نازل ألمانية. دونك من أحسن الألعاب اللي ما تعجبوني كانت ريتورن تو كاستل وولفنشتاين برجولية. لعبة جبارة لحد اليوم نلعب فيها مازلنا نعمل عليها فيديوهات ما تخيبونيش ما تنسيت باش نكمل عليها السيريات أما غير البي سي يعني أموره تعبة. anyway إن شاء الله يرجع على قريب ونكملوا نعمل إن شاء الله فيديو عليها والمونتاج تحفون كالعادة تعودتوا به. ويعني بريس كذا أحسن سلسلة برجولية عجبتني في المنطقة من البيت اللي نخدم فيهم في اللعب الكل كانت يعني فيها معناتها تماشي باهي معناها تعلمت نحسن في المونتاج وبنيت عليها حاجة باهية معناها اللعبة هذيك. وأصلا من أنا صغير كنت نلعب فيها يعني من قبل يعني مدة يعني من أنا صغير 2006-2007 معناتها بريس من أوائل الألعاب اللي لعبتها. وكان برجولي أكثر حاجة غيظني هو البوس الأخرين. البوس الأخرين مثلا تقتله كان بالسيف وإن شاء الله كان معناتها كملتها في الشين بتاعي ترى معناتها الشيء العجيب يعني بالسيف. What the fuck? وقت ريلود. Wait, don't shoot. Come inside. بريك. والله كنت لو شوية ماكلة جان. I have something for you. بلي. شو عندك؟ British friends thought you might be able to use this. A silenced Sten submachine gun. Stop it. Get some help. Oh! Oh, whoosh! You must go now. If the guards find you here with me, we'll both be shot. برجو ليه طلعت راجل انت؟ كذا بلاست سنايبر نعمل طرل فوق شوية. وفي المرتبة السابعة عنا لعبة Prince of Persia. بوم بريسك سيدت كل عجبوني وانا على الاخر وكملتهم الكل. كان المنتل هذيك سيزون 4 يعني ولا 2008 الهب. دونك اللعبة اللي اكثر واحدة عجبتني هي Prince of Persia The Two Thrones. برجولية كي يتحول فيها الوحش برشا حد ما عجبتهمش معنا عجبتني واحد من الناس كستوري مود. وإن شاء الله باش نكمل نهبطوا على السيرية هذي متاع Prince of Persia معناها كي نوصل 1000 أبوني تنهبط وقت البارت 2. ويعني ما بين مع برجولي Prince of Persia ما بين أحسن سيرية تستنى في السيزون الجاية معناتها اللعبة الجاية باش هبطوها وقتاش باش تهبط. أنا متأكد أنا مش باش هبطوها خاطر Assassin's Creed أما إن شاء الله هي يخدموا عليه. You will pay for what you have done to my people. They live among mindless monsters in service to your madness. It is the price of progress. وفي المرتبة السادسة عن Call of Duty. أما Call of Duty السرية Black Ops 1 و 2 و 3 خاطر فماش فرق بيناتهم. بالنسبة للستوري مود أحسن واحد Black Ops 1 و 2. أما بالنسبة للأونلاين والأكثر معناتها اللعبة لعبتها أونلاين من ناحية زامبي وملتي بلاير هي Black Ops 3. Black Ops 1 و 2 عندهم ستوري مود مرتبطين ببعضهم إنك تلعبوا ما بين أحسن شخصيات في Call of Duty برجولية ريزنوف. يب ريزنوف احسن شخصيه معناتها عندي في اللعبه هذيك معناها. وبالنسبه للزومبي وكل شيء احسن واحده في الزومبي ملتي بلاير بلاك اوبس 3 رغم الناس كنت تقول بلاك اوبس 2 خير. انا لعبت بلاك اوبس 3 على البلاي ستيشن 4
وكانت يعني تجربة حلوة على الأخير، حتى من جي دي اي 5 يعني كنا نلعبها وصلت فيها يعني رانك ويت، طلعت معنا شوية في النيفو. هي اللعبة الوحيدة خلت نحس ان روحي معنا في البلاي ستيشن 4 باش نلعب لك ده. و يب بلاك اوبس معنا في المرتبة السادسة. Motherfucker. وصلنا التوب 5. التوب 5 هذوما برسم قطع حار امامي منهم معناتها بالجي في المرتبة هذيك، وبرسم التوب 5 هذوما اللي وصلت لهم معناتها بين احسن برسم لعب لعبهم في حياتي. اوكي مرتبة 5 تحتلها لعبة هيلو. هيلو برسم من اوائل الالعاب اللي نلعبهم في حياتي، برسم ثانية او ثالث لعبة لعبتها في حياتي، وكان برجولية عذاب خاطر كنت صغير، كنت معناتها نوب في الالعاب، كنت نلعب فيها معناتها في الهارد صعيبة وبسيف ما كملتها، قعدت برسك عامين انا نلعب فيها باش كملتها. دونك هيلو تسمى معناتها أسطورة عندي أنا، أسطورة الجيمز تاع المستقبل معنا. وبالرسمي استمتعت فيها هيلو لحد اليوم، نحب نلعبها ولحد اليوم كون كل ما فات من رقم نلعب نعاود نلعبها، لأن بصراحة هيلو أسطورة. ونتمنى معناتها كان هكا معنا يهبطوا مكا على البي سي، خلو واحد يجرب، ما يقعدش هكا قعدت نحاول باش تبر اكس بوكس، أما الله غالب نحب نلعب على البي سي. هيلو برجولي هبط برشا مودات على هيلو 2 و3 هيلو 4 و5 يعني كتحسين في الجرافيك، اما مش كي التجربه الاصليه معنا. دونك هيلو تحت المرتبه الخامسه. فيديو تعب عليه بكري با بكري باش مونتاج، اما معلم عملت مجهود في الاخر الشان سكروا هذي معنا، ما زلت موجود هاي معنا كما قالوا ما عادش نجم نحل، حتى اش عمل فيريفاي الكونت ما عادش. يلا عبد الله تعذر ابن ناظر برا لذا كانت alright. في المرتبة الرابعة جينا عنا هالف لايف، هالف لايف 1 مش هالف لايف 2، سيريت هالف لايف 1 لكل ما تبيل فيهم بلو شيفت وابسينج فورس برجوليا هيلو هالف لايف. يا ربي من بين احسن العاب اللي لعبتهم واول لعبة نلعبها في حياتي صدق هالف لايف. يب هالف لايف استمتعت فيها يعني بصفة غير عادية يعني، وعملت عليها جو يعني برسمي كان تشالنج كبير. اللعبة الوحيدة اللي تعطيك هكا تلعب وابجكتيف ولازمك معناتها تقدم معناتها عندك لا ماب ولا خريطه، معناتها خريطه لا حتى شيء يعاونك جوست انك تقدم قضيه متصرف كيفاش تكمل اللعبه. معناتها فيديوكم تقدم تكتشف حاجات جدد، معناتها برشا غموض في هالف لايف. نتمنى كان يكمل يعمل سيزون 3 ما بطبيعه اللي معناتها المدير شركه فالف عنده مشكله مع نمبر 3 دونك حبس الجو، قالت لهم نعملوا في الماس والمره بلاك ميسا بلاك ميسا ودار شنو كمر يعمل فيه ريبوت اللعبة. وما شاء الله هبطنا قصة جديدة يا اخوي، بدل اسم وهبط نزل القصة، وكمان نخلنا في جوردن فريم ما عادش يصيرلو، وحب نعرف شخصية جيما شكون هذا برسم جيما من بين احسن الشخصيات اللي في اللعبة معنا الغام.
المرتبة الثالثة. بطبيعة المرتبة الثالثة هذه تحتل لعبة دراغون بول. يب من وانا فان معناتها من مجموعة دراغون بول دونك لازم تكون دراغون بول هذه موجودة. ما بين أحسن لعبة دراغون بول برجل تعداو عليها هي بودو كايتن كاشي 3 وزينو فيرس 2. لكن باش تكون بودو كايتن كاشي 3 هي معناتها الأساس نتاعهم خاطر البرج اللي بودو كايتن كاشي 3 من بين أحسن الألعاب لحد اليوم الناس كنت تلعب فيها معناتها من أكثر الألعاب معناتها المحبوبة على الناس الكل. خاطر بودو كايتن كاشي 3 برج عليها كفايتنج ككاركترز معناتها حاجة خارقة العادة ولحد اليوم يهبط عليها مودز. يعني لحد اليوم قاعد اللعبة يمشي عليها مود هما جماعة يخدموا فيها قاعد نلعب في مود سوبر وانا قاعد معناتها واحد من الناس الفيموس ليهم قاعد ديما نلعب في الجيم هذيكا وان شاء الله كي هبط مع التكملة للسوبر نهبط عليه فيديوهات في الشان ولا تلقاها في الشان توانسة يحبوا دراغون بول ان شاء الله. المرتبة الثانية اللعبة الوحيدة اللي هي معناتها من الجيل هذا معنا من جيل بلاي ستيشن هذا معناتها من الجيل الجديد معناتها 2016 هي لعبة بارادنس. بارادنس برجولية لعبة إدمان اللعبة الوحيدة الأونلاين اللي موجودة هنا بريسك لعبة إدمان غير عادية تشامبيونز يعني مش نوصفها لك كل ما تفدي تلقى شنو تلعب فدي تلعب سيج فدي من سيج تلعب تيم ديث ماتش فدي تيم ديث ماتش تلعب رانكل فد تلعب وحدك تعمل انفيتيشن لصحابك تلعب معهم يعني ديما فما فيها حركه معناتها كل ما تدخل على تروح تستنى اقل اكثر حاجه كان خلت درجه في تروح رانكد هذا واذا كنت تلعب تروح سيج معنا فيسم تدخل كان تحب تجرب شامبيونز تنجم تدخل على شوتينج ريج وتختار شامبيون اللي كنت قام محلين اذا كانوا معناتها مسكرين تحب تجرب الشامبيون قبل ما تشريه يعني فيها برشا حاجات معنا ما تقامش في اي جيم معناتها تنجم تجرب الشامبيون قبل ما تشريه مثال تحب تشوف مع رش شخصية مثال ايو تنجم تجربها تستيها كان عجبتك الابيلتي متاحة تنجم تشريها دونك بارك تنسى حتى المرتبة الثانية لحد اليوم للساعة هذه انا مدمن عليها وان شاء الله يعني يعملوا يحسنوا فيها من خير خاطر فيها شوية جلتشات معنا يصير اما بطبيعة اي الجيم فيها جلتشات معنا يا معلم هذيك النسخة راه معك نسخة برك هاي برا مالك يقتلوا ايه بابا رمبي شو باهي يا مكرم شنو لنجحت في العشرة ماما ليك معنى النسخة موت كنات ايه بابا هذي خام خمت عليك سايف درام داو اقتلوا ايه بابا صاحب برو بل أولى هذه بقى حتى حد ما بيش تفق معي من اللعبة هذه برسم أسطورية عندي أنا كواحد من الناس هذه لعبة أسطورية واللعبة اللي قبلها كل ما يجيب حتى يقدمها برجولي سيريو سام يب سيريو سام بذات سيريو سام معناتها الأوريجينال ولا سيريو سام HD حتى سيريو سام 3 و2 معناتها حاجة باهية اما بالنسبه لي انا عجبتني سيريو سام كل الكثيفه عامه يعني كستوري مود اوكي ستوري مود مش حاجه خارقه العاده سيريو سام حاب يقضي على ميتال ولا منتل يب نمو منتل وقاعد يلوج عليه كما يمشي يخطئ عليه يهرب حاسيلو حاليا فما جزء رابع نستناو فيه اللي هو نمو سيريو سام ذا لاست ذا باد اس بلانت او بلانت باداس اسمه
هما فايتين سنة في الجزء هذاك أو وقتاش باش يعبط باش نلعب على البيسي نتاعي. هما قالوا سرفايفل، هما إن شاء الله ما تكونش معناها سرفايفل ويكملوا على التمشي الخط الزمني. سيزون 3 من لعبة سيريس أم كانت حلوة من ناحية القصة وجدية شوية، على عكس الدو اللي كانت كوميدية على الآخر معناها. وبصراحة أنا الدو عجبتني شوية معناها كستوري مود معناها وضحك وفازت وتروان انتقلوا للجدية شوية معناها. ويعني كما نقولوا سيريس أم كقصة معناتها باهية بالنسبة لي أنا، أما جيم بلاي جبار كانك برو محترف نجم كمان. أنا واحد من الناس كملت سيريس أم الأولى ذا فيرست إنكاونتر على نيفو سيريوس، حلو نيفو ميتال. نيفو منتج جوات الوحوش ما تراهمش، كي تقاتل ما ترى حتى وحش، جوست لازمك هكا بالاحساس طلعهم. anyway هذوما هما العشر العاب اللي كانوا معناتها حاجه بالي انا. كان عجبتكم هذه نجم نعمل جزء ثاني على العاب اخرين، خذهم برشا العاب بالعقل البرجليه وما ذكرتهمش نذكرهم الجزء الثاني. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب شير، خلينا نوصل 1000 ابوني ما عادش مازال برشا، في اقل من 12 واحد مازال 12 ابوني ونعملوا 1000. دونك تبخلوش علينا عملونا سبسكرايب وبارتاجيو ما تنساش معناها تعملوا مزيه صغيره خلي شين تكبر. طيب والسلام عليكم.